هذا امور طابوهات، طابوهات في المجتمع. نعم. المجتمعات ديالنا. نعم. حجروا علينا في العقول ديالنا اننا ما نتكلموش في هذا الامر هذا، ولكن القران تيقول لنا ليتدبروا اياته. تكلمنا على بدايه خلق الانسان وبان ما كاينش ادم، رقم الادم كان الانسان. واش ممكن تشرح لنا، لانني انا تهت شويه معك على حسب الافكار او الفكره اللي عندي. بدايه هذه الدردشه في الحقيقه رجعتني لواحد العهد اللي بديت كنفكر فيه، واحد المجموعه ديال المواضيع كنا كنناقشوها حنا صغار، والميدان ديال الصحافه بعدني بزاف على هذا. تكلمنا البارح على الانفجار العظيم وعلى نظريه الرتق، الفتق والرتق، الرتق والفتق او الفتق والرتق، انطلاقا من الايه اللي ذكرنا البارح، وكيفاش بدا الخلق وربطناها بنظريه الانفجار العظيم بلا ما نعاود الكلام عليها. ولكن شرط في الكلام ديالي على اساس ان هل ادم هو ابو البشر ام هو سلسلة في واحد الحلقة من الحلقات ديال التطور ديال الإنسان. نجيو هذه الكلمة ديال التطور، أنا ما هنجاوبش لأن في حقي لست عالما، لست عالما دينيا ولست عالما فلكيا أو عالم ديال الطبيعة. حنا كندرسوا فقط وكنفتحوا الشاهية لأهل الاختصاص، بصراحة كنفتحوا الشاهية لأهل الاختصاص أنهم يتكلموا في هذا المجال بشكل كبير بزاف. قلنا باش نفتحوا الشهية الأهل الاختصاص باش يتكلموا في هذا المجال وفي حقرة تكلموا فيه بشكل واسع. احنا فقط نعيد هذا الكلام باش نستافدوا ونزيدوا نفيدوا بعضياتنا ونفيدوا الناس اللي كيشاهدونا. صراحة في الدردشة البارح والله لا استفدت انا تنهضر على راسي شخصيا، ما عمرني عرفت شنو هي الفتق والرتق حتى البارح، هذا اللي تعرفه. هذا كما قلت لانه هجرنا القران. ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، ولا حتى لا ما هجرناش وكنقراوه، كنقراوه قراءه من اجل التعبد فقط ومن اجل اخذ الاجر كما قال سيدنا رسول الله، الا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني كل حرف بعشره حسنات والله يضاعف لمن يشاء. كنقراو القران بهذه النيه هذه، ولكن ما كنقراوش بنيه التدبر. حيت ربي اش قال في القران؟ اولم يرى الذين كفروا، وهنا الخطاب لمن؟ الذين كفروا، اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اذا الخطاب لمن وجه؟ ماشي للمسلمين. اولم يرى الذين كفروا. وسبحان الله من الاعجاز العلمي في هذه الايه، ما ذكرناش البارح وما تكلمناش عليها، من الاعجاز العلمي القراني والعلمي في هذا ان من الذي اكتشف نظريه الانفجار العظيم او البيج بانك، كما من الذي اكتشفها؟ الكفار بالمفهوم القراني، الذين كفروا هم الذين اكتشفوا هذه النظريه، وهذا اعجاز يعني ما اكتشفوهاش المسلمين. نرجعوا لكلمه ديال تطور الانسان، هل ادم هو ابو البشر ام هو سلسله وحلقه في حلقات تطور الانسان؟ نجيو للكلمه ديال التطور، اشهر واحد تكلم على هذه الكلمه التطور هو داروين، وسميت نظريه بنظريه التطور ديال داروين، ولكن تم تكفيره من طرف الكنيسه وحتى من طرف المسلمين. والسياق الذي تم تكفيره فيه لأنه جاء في واحد العهد ديال الكنيسة كانت تكفر كل العلماء، علماء العلم الكوني، علماء الطبيعة، علماء الفلك، علماء الرياضيات، كل من أتى بعلم من العلم الكوني يتم تكفيره ويعتبر خارجا عن الدين، الكنسي، المسيحي. هو فعلا كفر بدين المسيحة وبعقيدة الثالوث. كان تذكر أنه في سنة 1880 كان استدعاه مفكر نصراني مسيحي كنسي من أجل المناظرة، فصفت له رسالة مقتضبة صغيرة تتكون ربما من سطرين. قال لي: يا صديقي، أنا ما عدت أؤمن
بأن التوراة عين كلام الرب، وأن المسيح عيسى ابن الله. إذا لا داعي من هذا الحوار، يعني كفر بالتالوت وكفر بالعقيدة ديال التالوت وبالمسيحية. هذا الكفر هذا فعين الكنيسة كافر، ولكن من منظور المسلمين لا يمكن اعتباره كافرا، بالعكس لأنه اقترب من الفطرة السليمة لما كفر بالتالوت وبأن المسيح ليس ابن الله، اقترب من 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 الفطرة السليمة اللي هي الإسلام. ولكن مع ذلك المسلمين قاموا بتكفيره لأنه ارتبطت مع مر العصور، ارتبطت نظريته بمسألة الإلحاد لما أشيع في ذلك العصر على أنه ألحد وكفر، فبقت إلى يومنا هذا وتم تكفيره إلى يومنا هذا. داروين لم يكن يسعى إلى إثبات عدم وجود الخالق، لم يكن يسعى إلى إثبات عدم وجود الله، ولكنه كان باحثا، كان متدبرا في خلق الله سبحانه وتعالى، حتى أنه من الكلام اللي قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهذا عين الفطرة. هل داروين مات كافرا أم مات على الفطرة السليمة؟ وهناك اختلاف، هناك اختلاف، ولكن الباحث المتعمق في السيرة ديال داروين ربما سيجد العكس، كنظن أنه يشوف العكس. وماشي هو بوحدو اللي كفره، حتى ذاك العالم الإيطالي الفلكي جاليليو اللي كان تكلم على كروبية، أول من تكلم عن كروبية الأرض، ولكن لما مشى يعني مر الزمان واكتشفت الطائرات وبداو كيطيروا العلماء ديال الدين حول الكرة الأرضية، ما بقاش كيتكلموا على كفر بحال هاد الناس، خصوصا في عصرنا ما بقاش عندنا هذا المشكل. حنا كنتكلموا على ذاك العصر وكنتكلموا كيفاش جاء كفر وتكفير داروين. إذا التطور ارتبط بداروين. إذا جينا نشوفوا كلمة التطور، وأول من نطق بها بهذه الكلمة هو القرآن، القرآن الكريم. ولأننا كما قلت لا نتدبر القرآن ولا نفهم معانيه بالفهم ديال العصر ديالنا الحالي، وبقينا كنتكلموا بالفهم ديال 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 السلف الصالح ديال تفسير ابن كثير، سيرة ابن هشام، ومجموعة ديال التفاسير اللي لم يستطيعوا أن يفسروا مجموعة ديال الآيات، خصوصا المرتبطة بالتدبر في الكون وفي الخالق وفي السماوات وفي الآفاق، ما بقيناش ما فهمناش مجموعة ديال المصطلحات. الله سبحانه وتعالى كيقول في القرآن على لسان نوح عليه السلام: ويا قومي ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كلمة أطوارا مفهوم قرآني، علاش ما نسولوش وما نفهموش وما نحاولوش نفهموا ما معنى هذه كلمة أطوارا؟ كيجيو العلماء ديال الدين اللي كيحجروا على العقول ديالنا وعلى عقول المسلمين، وتيقول لك لا بد اننا نفهموا القران بفهم السلف الصالح. يا ودي راه السلف الصالح ما كانش عندهم الاليات والوسائل والتطور الفكري اللي عندنا احنا الان، والوسائل ديال العلم اللي وصل لها الانسان في هذا الوقت هذا. تيقول لك سيدي لا راه اطوارا لان خلق من التراب ومن المعادن ديال التراب. كيجي واحد اخر تيقول لك لا لانه كيكون في الاول كان من طين، ثم من بعد اصبح نطفه، من النطفه يتم ده. ولكن هذا ماشي هو التطور. هذا الكلام هذا مضروب من عده اوجه بالنسبة لهاد الناس اللي كيقولوا هاد الكلام هذا. سيدنا نوح لما كان يخاطب قومه يخاطبهم، وكيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس على قدر عقولهم، خاطب الناس على قدر عقولهم، وقيل ماشي حديث ولكن قول ديال أحد الصحابة خاطب الناس على قدر عقولهم. سيدنا نوح كان يخاطب قومه على قدر عقولهم وعلى قدر عقله هو كذلك. وما يا قوم ما لكم لا ترجون لله وقارا. واش القوم ديال نوح كان عندهم هذا الفهم ديال النطفه والمضغه والمضغه المخلقه والغير المخلقه
والارحام والعلم ديال الميتروس العلم ديال باش نفهموا العلم ديال الاجنه والبويضه والتخصيب ما كانش عندهم هذا العلم هذا. اذا علاش قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا؟ مع العلم ان نوح عليه السلام كان هو الاقرب الى عصر ادم عليه السلام. وخا سبقت انا سبقت الكلام على التطور بمراحل، كنا نتكلموا على ديال داروين هي الاولى، ولكن لا باس اننا تكلمنا على هذه المساله، هذه ماشي مشكل. اذا هل ادم ابو البشر؟ هذا هو السؤال ياك. نعم، هل ادم هو ابو البشر؟ نعم، هذا هو الشيء اللي باغي توصل ليه بواحد الشكل. فوالا، هذا هو الاساس من السؤال في الاول، ولكن ما كاينش العيب اننا ندخلوا في حوايج اخرى باش نزيدوا نفهموا. ماشي احنا كما كنقولوا دردشه كنستافدوا، ما عندناش واحد المنهجيه في الكلام، ولكن كننقزوا من هناك تلقائيه وعفويه. احنا كننقزوا من 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 موضوع لموضوع، ماشي مشكل، ولكن في اخر المطاف كندندنوا حول تطور خلق الانسان. نظريه داروين ارتكزت وقيله ربما على اربعه ديال الامور. ارتكزت في البدايه على ان الاحياء يتكون من 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 نوعين، نوع اعلى ونوع ادنى. النوع الاعلى اظن هو الذي يتكون من خليه واحده، والنوع الادنى هو الذي يتكون في خلاياه من ملايين الخلايا، عده خلايا. ولكن في الكشوف، لان في الكشوفات، وهذا الارتكاز الثاني علاش ارتكزت النظريه ديال داروين، هو ان في الكشوفات والحفريات كاين واحد المرتكز من المرتكزات اللي كنرتكز عليها. حنا كنتكلموا على الارتكازات اللي ارتكز عليها داروين في النظريه ديالو، من بينها تطور اجيال الاحياء حسب قانون الانتخاب. كيعني هذا ان الاحياء التي استطاعت ان تتكيف مع الواقع ومع الطبيعه هي التي استطاعت ان تستمر، والتي لم تستطع ان تتكيف مع قسوه الطبيعه ومع الطبيعه انقرضت. ولكن عنده هو بما يسمى بالحلقه المفقوده، وهذه هي اللي باش كندخل ندخلوا بها ربما الخلق ديال ادم. وهو في حق راه كاين حلقات مفقوده ما استطاعش لا داروين ولا غيره من العلماء انهم يجاوبوا عليها. كانوا كيتكلموا في الكشوفات على اكتشافات ديال الانسان غير العاقل في ملايين السنين، ولكن في واحد الوقت معين جات واحد اكتشفوا هناك تطور مفاجئ للانسان، تطور مفاجئ وقع، او ما يسموه الحلقه المفقوده او القفزه. كيفاش الانسان تطور من 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 انسان غير العاقل واحد الفتره القف بشكل سريع وتطور مفاجئ ولا انسان عاقل؟ وقدروا هاد المدة هذه بسبعة آلاف سنة. في الدين ديالنا كنلقاو بأن عمر آدم عليه السلام من بعثة آدم عليه السلام إلى يومنا هذا على أقصى تقدير 7000 سنة. إذن هنا كيبان بأن الحلقة المفقودة اللي كانت عند داروين هي بعثة آدم عليه السلام. لما بعث آدم حيث هو بدا كيتسألوا كيف بشكل مفاجئ تطور ادم ولا كيمشي على اثنين، الوقت اللي كان كيكتشفوا انه كان كيمشي على اربعه، واصبح معتدلا في مشيته وسويا في مشيته. هنا كنجيو لبعثه ادم عليه السلام. فاذا نفخت فيه، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا التسويه في الشرح اللي شرحوا العلماء المفسرين، وانا من حقي انني نسال، ومن حقي انني اشير الى فهمي البسيط لبعض الكلمات ومصطلحات ديال القران، ماشي بالضروره نتقيد بما تقيد به السلف في ذاك العصر وفي ذاك الزمن وبتلك الوسائل، لان وسائل ديالها تغيرات. هنا التسويه، واش التسويه كانت باليد؟ الله تعالى قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، او التسويه بمعنى انه كان معوجا او معقوفا ثم استوى. لان في الكشوفات والحفريات اكتشفوا بان الانسان في بعض الكشوفات انه كان معقوفا في عموده الفقري، يعني محني نعم. الا يحق لي
أن أفسر كلمة فإذا سويته يعني أقمته وجعلته معتدلا ونفخت فيه من روحي، حيت التوراة تكلمت على مسألة ديال النفخ، وقالوا بأن النفخ الله تعالى نفخ في أنفي في أنفه لما عجنه من طين، وكأنهم يجعلون الله سبحانه وتعالى أنه دار واحد تمثال من طين قادو صافي زوقو بقى ليه أنه يعني سواه قادو أحسن مفهوم ديالو، ثم نفخ فيه من أنفه أو من فمه. هذا من منظور توراتي إسرائيلي. المسيحيين والمسلمين مشاو في الطرح، مشاو في التوجه، حتى أن بعض الحديث عندنا لا ندري، ما كنضربش في صحة ديال الحديث أو في عدم صحتها، ولكن حنا كنناقشوا القرآن وما كنتكلموش على الحديث وما كنستشهدوا بالحديث. حتى حنا خدينا هاد الإسرائيليات هذه، كيقول لك أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه السلام فنزل إلى الأرض فأخذ قبضة من التراب من جميع الجهات كلها، فسوى منها الله سبحانه وتعالى آدم فخرج الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وأجناس ديال البشر، وكأن الله سبحانه وتعالى ناحت كينحت ويقاد كينفخ فقط. وانا باش ندخل ليا الراس واحد المساله، كيفاش الله سبحانه وتعالى غادي ينفخ فينا الروح من روحه؟ وهنا كلمه روحه خصنا بعد نتكلموا عليها حتى هي، ما معنى الروح؟ ما معنى الروح؟ لا تقنطوا من روح الله، لا تقنطوا من روح الله، ان الله يغفر الذنوب، جاء في واحد الحديث. وكاين الروح، وكاين ايه في القران تقول من روحنا، اش هي هذه الروح هذه؟ واش من روح من 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 من, من نفس الله، من روح الله قذفها فينا؟ وهذا الروح هذه هي اللي كيفاش الروح فينا وحنا كنعصي الله تعالى ونسكروا ونديروا والذنوب والمعاصي كلها ديال التي تخطر على بال والتي لا تخطر على بال كنقوموا بها ونحن بين روح الله سبحانه وتعالى. فهنا المساله ديال النفخ لابد اننا نتهيا نتكلموا فيها ان شاء الله تعالى اذا جاء شي وقت ان شاء الله تعالى ونتكلموا فيها. اذا التسويه هنايا هي بمعنى انه كان منحنيا وتم تسويته، والله اعلم انا هذه المساله هذه كان. فاذا قلنا داروين وغيره ما استطاعوش يفهموا هذه الحلقه المفقوده او بما سموها بالقفزه، كيفاش تطور الانسان من كان غير عاقل فاصبح عاقلا. ارى والله اعلم ان هذه الفتره الحلقه المفقوده هي بعثه ادم عليه السلام. نجيو للقران ونتكلموا القران اش كيقول. كاين واحد السوره في القران كيقول سميتها سوره الانسان. الانسان ذاك الكائن الضعيف برغم الطبيعه القاسيه استطاع ان يروض الطبيعه، استطاع ان كائن ضعيف يعني خلق من طين ومن نطفه وولد بدون عقل رغم وجود الدماغ ولكن بدون عقل، فتطور عقله كبر استطاع أن يروض الطبيعة، واستطاع أن يروض الحيوانات، استطاع أن يروض الجبال، استطاع أن يروض الجو بالطيران وبغيره باكتشافات الهائلة. ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة، قال الله في القرآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الحين مرتبط بالزمان، حين هي فترة زمنية محدودة، والدهر هو القسوة والزمن الغير المحدود. لما قال الكفار ما هي إلا حياتنا، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني ما يهلكنا إلا الطبيعة، نموت ونحيا الطبيعة تهلكنا والطبيعه التي تحيينا. ان الدهر، اذا الدهر هو ذاك هو القسوه هو الزمن الغابر، ولكن لما كيرتبط بالحين هل اتى على الانسان حين من الدهر يعني زمن قاسي. هذا الحين وهذا الزمن القاسي اللي هو الدهر لم يكن فيه الانسان شيئا مذكورا. السؤال اين هو هذا الحين الذي لم يكن فيه الانسان مذكورا؟ واين هو هذا الزمن وهذا الدهر وهذه الطبيعة القاسية التي لم يكن فيها الإنسان شيئا مذكورا، لم يذكر؟ فوقاش تذكر الإنسان؟ الإنسان تذكر بذكر آدم عليه السلام. إذا كان آدم فعلا هو أبو البشر
فلماذا لم يذكر بدليل هذه الآية في ذلك الحين وفي ذلك الزمن القاسي وذلك الدهر؟ لماذا لم يذكر؟ ابتدأ ذكر الإنسان بذكر آدم، يعني ببعثة آدم، وما كاينش شي أمة إلا وخلى فيها نذير كما قال الله سبحانه وتعالى، أي أمة إلا وبعث فيها رسولا من آدم إلى يومنا هذا. إذا الإنسان ذكر من آدم إلى يومنا هذا وما زال يذكر ببعثة الأنبياء. ولكن في ذلك الزمن اللي قال فيه الإنسان عاشر من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إذن أين هو هذا الزمن؟ وأين هذا هو الحين؟ هذا سؤال، وهذا سؤال مشروع نحقنا نسوله نحقنا نناقشه. ولكن بالنسبة احنا باش بغينا نهضروا على آدم، قلت كنقولوا بأن عطيتيني واحد النقطة اللي هي مازال كتضرب لي في راسي، ما كاينش غير آدم واحد. لا آدم عليه السلام وحول هذا ندندي، احنا علاش كنتكلموا دابا حنا؟ نعم، هي بغيتك توضحها لي بشكل أكثر وتبسطها لي. واخا حنا فاش كنتكلموا دابا على هل اتى على الانسان حين من الدهر، انا ما جاوبش جواب مباشر. نعم، يعني فاش قلت بان ذكر ادم عليه السلام من بعثته الى يومنا هذا، يعني قبل منه راه لم يذكر البشر رغم وجوده. وهي اللي تكلم عليها داروين في القفزه وسماها حلقه مفقوده، كان انسان غير عاقل اصبح عاقلا. انا اظن والله اعلم ان النفخه التي نفخ الله في آدم عليه السلام لما سواه، يعني أقامه وسواه ونفخ فيه من روحه، هي العقل. نفخ الله سبحانه وتعالى من روحه هي العقل، يعني أعطاه الله العقل بعد أن لم يكن عاقلا، يعني قبل بعثة آدم عليه السلام. إذا كان البشر قبل آدم قلنا كان يمشي على أربعة حسب نظرية داروين. إحنا كنجيو نأكدوا هذا الكلام هذا من القرآن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سيدنا نوح كان كيخاطب القوم ديالو كيقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ونوح كان قريب عهد إلى آدم عليه السلام، هو أبو البشرية الثاني. أن نوح عليه السلام كان أقرب في الجيل من ناحية الأجيال أقرب إلى آدم عليه السلام، هل يكون ذلك الخطاب الذي خاطب به نوح عليه السلام قومه على أنه يذكرهم بأصلهم بالمراحل التي مروا منها من الزمن القاصي والحين من الدهر الذي تحدثنا عنه في سورة الإنسان، من الزمن القاصي والدهر الغير المحدود إلى الزمن المحدود الذي يعيش فيه نوح عليه السلام، ويذكرهم بالأصل ديالهم الذي ما زال عالقا في أذهانهم من غير أن يحتاجوا إلى نظرية داروين. من بعد ربما مبقاش الوقت دابا وعيت شوية، نتكلموا على واحد الآية مهمة جدا، واحد الآية كيتكلم فيها الله سبحانه وتعالى، واللي هي بداية بعثة آدم عليه السلام. الله اصطفى آدم نوحا وآل عمران إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، واصطفاه الله تعالى ممن، يعني بمعنى اختاره ممن. ونتكلموا على مفهوم ديال الجبلة الأولين، شكون هما هاد الجبلة الأولين؟ وكاين واحد الآية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى فيه كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني كان الناس أمة واحدة في عقولهم أو في عدم عقولهم، من بعد بعث الله النبيين لما اختلفوا، يعني الاختلاف بعث الأنبياء لأن الناس اختلفوا، فقد جاء الاختلاف من فقد جاءوا الأنبياء من بعد ما اختلف الناس، ولكن قبل منها كان الناس أمة واحدة. متفقين، ربما نتكلم إن شاء الله في الحلقات المقبلة بتفصيل. ومن هنا نقول لك شكرا على هذه المعلومات اللي كتعطينا، ولو بسيطة غير كل نهار تعطينا غير معلومة على معلومة على معلومة. كما قلت أنا لست عالما، لست عالما لا كونيا ولا دينيا، ولكن كان درت شو كتحلينا كتفتحوا الباب الاختصاص أنا أتكلموا في هذه المجال أمور ما كانش لأنها أمور طابوهات في المجتمع. نعم، المجتمعات ديالنا. نعم، حجروا علينا في العقول ديالنا أننا ما نتكلموش في هذا الأمر هذا، ولكن القرآن يقول ليتدبروا آيات ويتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني القرآن كيأمرنا بالتدبر ويجي واحد يقول لا خصنا نفهموا القرآن بفهم السلف الصالح. الأمور تتغير، الزمن والمكان كيتغير، وحتى الفتوى تتغير، وفي ذلك الوقت كانت تتغير بتغير غير المكان. لك ما نكمل؟ لا صافي، انت اللي جبتيني. صافي، انت اللي جبتيني. صافي، ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله نكملوا الحلقه.